يعني احساس كده انا وحضرتك بتحكي لي فكره انه ان في جلسات تحفيزيه ان هم يحفزوا الناس ان انت تقدر تنتج، ده مهم جدا. عايزه اعرف برضو ايه اكتر المشروعات اللي اتنفذت على ارض الواقع لحد دلوقتي؟ هو زي ما حضرتك قلتي فكره التحفيز مطلوبه، لانه الوعي جزء مهم جدا أكيد. من تنفيذ اي نشاط اقتصادي بل بتنفيذ اي نشاط بشكل عام. فبالتالي المشروعات اللي احنا بنشتغل عليها بتبقى كلها مشروعات صغيره ومتناهيه الصغر. مشروعات منزليه كتير جدا، في منها في قطاع الانتاج الحيواني والداجني، في مشروعات صغيره منزليه زي صناعه المنظفات المنزليه، زي البقاله المنزليه الصغيره، زي الحاجات الحرفيه، في حد عايز يعمل مشغولات يدويه لو ده متاح في النطاق بتاعه. هل في ورش تدريبيه الوزاره بتوفرها برضو مثلا لو الست ما عندهاش ان هي القدره ان هي ما بتعرفش تعمل مشغولات يدويه، هل الوزاره بتوفر انها تعلمها الحرفه وبعد كده في الحقيقه في عدد كبير جدا كباب رزق ليها؟ يعني في عدد كبير جدا من المستفيدين بتوعنا بتبقى مهاراتهم محدوده نتيجه انه ما مارسش حاجه زي كده، لكن هو عنده الرغبه ان يدخل المجال ده. فجزء من الدعم اللي بيتقدم من خلال برنامج فرصه هو التدريب والدعم الفني. فاذا في حزمه كبيره جدا من البرامج التدريبيه والورش التدريبيه الحرفيه والمهاريه اللي بتتقدم لكل مستفيد طبقا للمشروع بتاعه. كمان الدعم الفني بيطور من الممارسة التقليدية. يعني احنا كلنا عارفين ان طول الوقت الناس في الارياف بيبقى عندها طيور داجنة او بالزبط. بيبقى عندها اغنام او ماعز. لكن الفرق والميزة اللي بتقدمهم وزارة التضامن الاجتماعي من خلال برنامج فرصة، ازاي اخلي الممارسة التقليدية دي تتحول لنشاط تجاري. فما يبقاش مثلا في حاجة اسمها التربية الارضية ان الفراخ تبقى لا، يبقى في عندي نظام تربية جوه البطاريات، كل قواعد الرعاية، التغذية البديلة في ظل عدم وجود أعلاف متوفرة. زي يخليه يقدر من خلال البيئة ومن خلال اللي متاح عنده يطلع أعلاف بديلة فيوفر كمان قيمة اقتصادية. ده جزء أساسي من الدعم الفني اللي بيتقدم. دهيل يعني زي ما حضرتك قلت كده العادة اليومية بتاعة البيوت الريفية العادية اللي بيعملوها، لا بيقدروا ان هم يستغلوها ان ده يكون عائد ليهم، تتحول لنشاط اقتصادي بشكل محترف فيقدر يحقق منه دخل. طيب اهم بقى يعني الفئات المستحقة لبرنامج فرصة لو حضرتك بس تذكر لنا كده عشان السادة المشاهدين يستفادوا طبعا احنا بشكل اساسي بنشتغل على المرأة لانه عدد السيدات المعيلات لاسرهم كبير جدا وظروفهم بتبقى فيها تحدي بالنسبة لهم. فبالتالي البرنامج موجه بشكل أساسي للمرأة خصوصا المرأة المعيلة. بيبقى كمان عندنا فئة الشباب لأنه فئة الشباب كمان بتبقى واقفة في طريق أي شاب جوه الأسرة بيوصل لمرحلة معينة سواء بعد الثانوي أو بعد الجامعة يبقى عايز يبدأ يشتغل. فده الوقت الأنسب لتدخل البرنامج، فده ممكن البرنامج يوفر له مبلغ مادي يبتدي بيه مشروع أو يوفر أو أنه هو يلتحق بفرصة عمل، بفرصة عمل كمان. ده هايل. بالعكس احنا كمان بنفضل أنه الشباب اللي في سن العمل يبقى ليهم أولوية في الالتحاق بالقطاع الخاص عشان نوفر الموارد الخاصة بالمشروعات الصغيرة للناس اللي ما عندهاش إمكانية تلتحق بالقطاع الخاص. الله، طب ده هايل جدا. هل برضو الطلبة أو الخريجين الجدد بيجوا يملوا أبليكيشن في الوزارة وبيكتبوا مثلا هو خريج إيه ودفعة كام وسنة إيه والكلام ده كله عشان تقدر الوزارة أنها توجهه للمكان المطلوب فيه البوزيشن بتاعه؟ الحقيقه انه قطاع التوظيف او التشغيل لدى الغير او العمل باجر زي ما دي كلها مصطلحات بتعكسه، واحد من القطاعين المهمين اللي موجودين في البرنامج اللي هو التشغيل الذاتي والمشروعات التشغيل والتشغيل لدى الغير.